لكن الله عز وجل يفتح على عبده، وها هو قد فتح عليه. فمنذ 5 سنوات قد أسلم ضيفنا بعد أن عرف الحقيقة. لماذا أسلمت؟ مع ضيفنا الشيخ مؤمن إبراهيم داود سليمان. فضيل الشيخ أهلا وسهلا بك. هلا بيك هلا بيك، فرصة طيبة خالص، نورتنا الله يسعدك. أنا ما أريد أن أطيل على المشاهدين لأنهم في شوق لسماع كلامك. جزاك الله خير. لماذا أسلم مؤمن إبراهيم بعد أن كان قسا؟ هو في الحقيقة يعني تعقيبا بسيط، يعني أنا هذا هو الميلاد الثالث مش الثاني. جيد. فالميلاد الأول هو يوم ولدتني أمي. جميل. والميلاد الثاني يوم أسلمت. والثالث؟ والثالث هو هذا اليوم، يوم الحج. الله أكبر. وقفة عرفات أمس. فده أول حجة في الإسلام. نعم. إنما لماذا أسلمت؟ هتستغرب لو أنا يعني قلت لحضرتك إن الإنجيل هو سبب إسلامي. الإنجيل وليس القرآن؟ الإنجيل هو سبب إسلامي. كيف ذلك؟ ولذلك أنا دايما لما يكون لي أي لقاء أوجه كلمة للمسيحيين وأقول اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن. اقرأ الإنجيل؟ اقرأ الإنجيل يصل بك إلى القرآن. جميل. فالإنجيل الحالي يعني حتى لما واحد يناقش نصراني ما يقولوش الإنجيل مزيف. هو صحيح الإنجيل مزيف وفي كثير جدا من هو مزيف ومحرف، لكن في النقاش لا تقول له هذا. لأن الموجود حاليا يكفي تماما أن يثبت أن المسيح ليس بإله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وده هو سبب هدايتي. يعني أنا نفسي أبرأ المسيح أمام المسيحيين من هذه التهمة الباطلة التهمة التي لصقت فيه إلى هذا اليوم. لكنه هو يعني أنا هدي لك عصارة كتب وعصارة سنين في الكهنوت وعصارة سنين في الكليريكية. شوف، كل ما قاله المسيح عن نفسه ينفي أنه إله. هو هذا في الإنجيل؟ هذا في الإنجيل، يعني هو ما قاله المسيح عن نفسه ينفي أنه إله. جميل. لكن كل ما قيل عنه يثبتون أنه إله في كتبهم المحرفة. في كتبهم المحرفة. ماذا يقول المسيح؟ ماذا يقول المسيح؟ دي النقطة. فالمسيح نمسك في حياته كلها، في ولد شاب مهذب غني ركض، يعني أول ما شاف المسيح ركض جري وجث على ركبتيه. هذا في الإنجيل. ده في الإنجيل. نعم. وجث على ركبتيه وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا ينبغي لي أن أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ كان ممكن يقول له لا تزني لا تقتل، هيوري له طريق الحياة الأبدية، لكن استوقفه وقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. ففي هذا النص يثبت عيسى عليه السلام أنه ليس هو الله. نعم. في حين أن آية عريضة لو المسيحيين يتخذونها ظاهرا دون تأويل التفسير تقول: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت وحدك الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن الله وحده الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن يسوع المسيح هذا مرسل من الله كرسول. نعم. لما تتمشى في الإنجيل أيضا في التجربة، وأنا هوريك التجربة دي كانت إزاي. نعم. تجربة على الجبل لما أتى إبليس لكي يجربه، وأنا هوريك التحريف هذا، هو المكتوب أنه أتى إبليس لكي يجربه، لكن هنا السؤال حتى لو المكتوب ده صحيح، هل يجرؤ إبليس أن يجرب إله؟ لا. لأن لما يجيني واحد عادي ويقول لي إبليس بيجربني مثلا في المال، يجربني في الشهوة، يقدر عليا في السحر، أقول له أنت رجل حافظ القرآن لكنه بشر، فهذا القرآن الذي تحفظه يحصنك. فكم وكم عندما يقولون أن إبليس جاء لكي يجرب إله وأخذه على جناح الهيكل وقال له، وأخذه على الجبل وقال له ارمي نفسك من فوق وعلى جناح الهيكل وأعطيك كل هذه الممالك إن سجدت لي، يعني ما هذا الضعف؟ هل هناك ضعف في إله؟ فيما قبل التجربة مباشرة يقول لك: وجاع أخيرا. جاع أخيرا. فهل إله يجوع؟ ها
هنا بقى تعالى الله تعالى الله عما يصفون. يعني هنا بقى تأويل التفسير يقول لك ده جاع وعطش وقال ان انا تعبان الى اخره، لانه بالإنابة عن البشرية فبيتكلم بلغة البشر، لكن لا هو جاع اخيرا جاع. طيب اذا كان يتكلم بلغة البشرية، اما ازاي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين؟ نتمشى معاه ان كانت قصة الصليب حقيقية، مع ان قصة الصليب غير حقيقية. اثبتها لك من الانجيل انه لم يصلب، انه من بل رفعه الله اليه. ده في القرآن. نعم ده حكاية تاني. ما انا نفسي اللي نعم انت الان ترد على النصارى من كتبهم. شوف وهذا حبيبي. جدا جميل. شوف حبيبي انا هقول لك النهج بتاعي، ويعترضني من يعترضني، انا نهجي نهج الهدم. ان تهدم النصارى من كتبهم، من العقيدة ذاتها. نهج الهدم، نهج البنيان هذا للمشايخ الكبار الذين انا اصغرهم. نعم لكن نهج الهدم لابد عشان تناقش نصراني، اولا لابد ان تدرس العقيدة النصرانية جيدا. جميل. وكأنها عقيدة صحيحة، ثم انك تعرف الرد عليها، ثم انك تعرف رد الرد، لانه هو هيرد عليك تاني. نيجي لقصة الصلب. طيب فإن كانت قصة الصلب حقيقية، فهناك 7 كلمات قالهم على الصليب في الإنجيل، على الصليب ذاته في الإنجيل. ضمن هذه الكلمات أو من ضمن الكلمات المشهورة التي قالها على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إلهي 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 لماذا تركتني؟ فهو يعترف أنه ليس بإله. طيب رد علي أنت وقول لي: لا يا عمي، ده هو بيقول إلهي لأنه بالإنابة عن البشرية، وهو في هذا الوقت كان إنسان. ماشي. طيب إن كانت قصة الصليب هذه حقيقية ومات، وتعالى في الكنيسة بقى أقول لك حتة لحن مشهور جدا قبطي: آمين 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 تون سانا تون سو كيرية، بمعنى آمين 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 بموتك يا رب نبشر. أوه. كأنه يبشر بموت الله. ومتى كان الموت بشرى؟ ومتى كان الموت بشرى؟ وهل إله يموت؟ خلاص يبقى دفن ومات، يبقى بالإنابة عن البشرية دي قصة انتهت. طيب إذا كانت قصة القيامة أيضا حقيقية، أنا هثبت لك بقى لا صلب ولا قام. منين؟ من الإنجيل ذاته. ما ده سبب إسلامي الذي لابد أن أتكلم عنه، وده نهج اسمه نهج الهدم. القرآن يثبت، لكن من يؤمن بالإنجيل وتهدم عقيدته من إنجيله، بسيط جدا، القليل والقليل جدا ممكن تبنيه من القرآن. نعم. فقصة الصلب حقيقية وقصة الموت حقيقية، لنفرض هذا، لنفرض هذا جدلا، وقصة القيامة حقيقية وخلصت. يبقى ما فيش هنا بالإنابة عن البشرية. بعد القيامة مباشرة ظهر لمريم المجدلية في يوم القيامة ذاته، فجر الأحد على ما يقولون. وأنا هقول لك إن دي مش ظهورات، أنا هقول لك إن هو لا صلب ولا دفن ولا مات. ده من الإنجيل أيضا. بعدما ظهر لمريم المجدلية، البنية حاولت تلمسه ومن ورا من ثوبه، فقال لها: لا تلمسيني، لأنني لم أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. الأب يقصد آدم. إلى أبي، لم أصعد إلى أبي، ما هو هنا بيمثل أقنوم الابن والآب اللي هو الله الآب. فبيقول للمجدلية: لا تلمسيني، لأنني لم أصعد بعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإلهي الذي هو إلهكم. واضحة هذه أنه ليس بإله. ليس بإله، فما يقدرش يقول ده بالإنابة عن البشرية، لأن قصة البشرية والإنابة عنها انتهت بالصليب. انتهت بالصليب. نعم أنا أجيك، لأنه الوقت عفواً. كثير عفواً. والرسائل والطلبات كثير. أنا أريد أن أسألك الآن، أنت بعد أن عرفت هذا التناقض في الإنجيل، بعد أن قرأت هذه التناقضات الصارخة، وصلت عند نص معين نقدر نسميها هذه الإثباتات مش التناقض. طيب أي نعم عندهم الآن.
ما هي اللحظة التي جعلت مؤمن بعد أن كان قصا في كنيسة إيش؟ القديسة دميانة في الويل الكبير في القاهرة. ورا اسم حدايا القبة. نعم، لحظة إسلامك. هو الحقيقة هي رحلة. يعني الإسلام بالنسبة لي كانت رحلة. يعني حتى شيخ الشعراوي الله يرحمه كان دعا لي في ذات مرة، كان في مقابلة مع البابا شنودة، فأنا كان لي رأي إن لبس الأزهر ما يلبسوش غير في مرحلة ثانوي، فبقول للشيخ الشعراوي يا ريت في ابتدائي ما يلبسوش لبس الأزهر. قال لي لماذا؟ قلت يعني الناس العيال دي بتضرب بعض بالطوب ومش عارف إيه ولسه في ابتدائي. احتراما له. نعم، قصدك احتراما لهذا اللباس. احتراما لهذا اللبس. فقال لي أنت عقلك مستنير، وأطلب من الله أن ينير قلبك مثلما أنار عقلك. هذا الكلام كان في فبراير 95 بالضبط. وأنتم قسيسي مصر كانوا يلبسون الأسود بعكس البابا الذي يلبس أبيض، صحيح؟ هو البابا الذي يلبس أبيض ده بابا الكاثوليك، لكن احنا والحمد لله كنا نلبس السواد. يعني سواد في سواد. سواد في سواد. الله المستعان. ف مؤمن ترى الوقت يمشي. نقطة التحول هذه هي عقيدة عند الأرثوذكس بالذات، هي عقيدة الجسد والدم. ده بالإضافة إلى كل ما قلته لك. عقيدة الجسد والدم هو أن يأتي القس وأنا عامل شريط اسمه تقصيات مرئية بوضح القداس يمشي إزاي. نعم. وصلواته السرية إزاي، الليتورجية يعني. نعم، أنا سأتيك إلى هذه، لكن هي لحظة الإسلام متى كانت؟ دي بالضبط. نعم. ففي هذا القداس يأتي الشماس للقس بخبزات، خمس خبزات يقولون عنهم قربان، ويختار القس أصلحهم ويصلي القداس كله. في نصف القداس تقريبا يتحول هذا الخبز إلى جسد المسيح، ويتحول قليل من الخمر ممزوج بماء إلى دم المسيح. هذا في الإنجيل. ده الطقس، ويصير هذا الجسد لهذا الدم، وهذا الدم لهذا الجسد. أوه. استكمالا لذبيحة الصليب. تمام. أنا بقى دي ما كنتش مقتنع بيها بعد 11 سنة. يعني أنا بدأ الفكر. جميل. يعني أنا رسمت قصة سنة 82، 11 سنة ما حصليش حاجة، بل على العكس بعمل شرايط وكنت زي الدينامو في الكنيسة. لكن في أول 95، هل هذا هو جسد حقيقي؟ هل ده هو الإله؟ تيجي واحدة أعمل لي قداس مخصوص عشان بنتي في الثانوية العامة، أعمل لها قداس مخصوص وأجيب لها الإله عشان يقسم على المذبح. عبث. عبث. أنا خدت جزء من هذا الجسد، والنصارى يقول خد جزء إزاي؟ أنا كقس ممكن اخد جزء منه عشان اناول بيه واحد مريض، واحد في مستشفى. فاخدت جزء قدام الناس كله وحطيته في علبه اسمها علبه الذخيره، وضعته في سيارتي. اقسم بالله لما وضعته في سيارتي قلت ان السياره هتنفجر، خايف ماذا سيحدث. طبعا تاني يوم لقيته نشف، ثالث يوم لقيته صوف وتعفن، رابع يوم رميته في الزباله. من هذا الوقت صرت قس مسلم، داعية مسلم. صرت قس مسلم فيما بيني وبين نفسي. يعني هذا ليس بإله، وهذا ليس بجسد. وأنا أتحدى أي نصراني ياخد الجسد يروح يتناول وياخده في اللفافة ويحطه في اللفافة دي ويسيبه يومين ثلاثة ونشوف جسد الإله ده يعمل إيه. عقيدة عقيمة. بالإضافة إلى الإنجيل ذاته. نعم، لما أسلمت أعلنت إسلامك لهم. هو الحقيقة أنا صدمت مع أقوى مؤسستين، هي الكنيسة والدولة. فصدمت مع الكنيسة كإجراءات كنسية في يعني كيف قس يسلم، يعني فمحاكمات كنسية، يعني مجالس إكليريكية، مجالس تأديبية، لغاية ما قعدت على البلاط. لعلمك المسلم الذي يترك مسجده ده عقابه شديد العقاب. ليه؟ لأن هناك أناس، أنا عن نفسي من 95 ل 2008، من 2008 مع الدولة لغاية 2012، لغاية ما طلعت بطاقة مسلم، وأنا أشتهي أن أدخل مسجد. وأنت حضرتك مولود المسجد تحت بيتكم، تحت بيتهم. يعني واحد يبقى مولود تحت بيت، تحت العمارة بتاعته مسجد. فأنا يعني بدي أوجه كلمة يعني للمسلمين، اني لابد ان يعرف انه مولود في نعمه. يعني كثيرون
يتركون، يعني انا عندي كم كبير جدا اسلم على ايدي والحمد لله. كم يتركون؟ اكثر من 250 واحد يتركون بيوتهم ويتركون شغلهم اشغالهم وفلوسهم وابوهم وامهم. انا عن نفسي ابويا مات من غير ما احضر جنازته، وامي ماتت من غير ما احضر جنازتها، واختي بنت اختي شافتني في والسبب ان انا اسلمت. بنت اختي شافتني في المترو. منعوك من كل هذا؟ انا قالوا حتى ما يحضرش الجنازه. بنت اختي شافتني في المترو. خلي المشاهد كذلك يدري يعني الحريه وال سبحان الله ما يزعمونه. ما يزعمونه يعني سبحان الله، يعني لهم كامل الحريه، لكن في ظلام. اهل بيتك وزوجتك كله ده اتاخد، ما تسالني. اخذوهم منك كله. بص الان تزوجت؟ الان تزوجت دكتوره في الجامعه والحمد لله. كانت دكتوره في جامعه اسيوط والحمد لله. يعني نعم، يعني بعد ان كنت تدعو الى النصرانيه وكذا ومن الله عليك بالاسلام، واحنا الزوجه الله يحفظها رايناها بجلبابها متستره من راسها منتقبه منتقبه الله يسعدها ويسعدك بها. الله يكرمك. شعورك في اللحظه التي اسلمت فيها؟ هو انا انتابني شعور واحد الى هذا اليوم، انني كنت ضعيفا واعبد اله ضعيف مصلوب مهان. بعد ان اسلمت؟ عندما أسلمت أشعر أنني قوي وأعبد إله قوي، لا يموت، لا يرى، لا يجوع، لكنه مشبع الجموع، من مشبع الجمع كله، حتى النملة الله يشبعها الله. ولا يقول إني جوعان ولا نعم. يجرب ولا يموت. نعم، كنت تدعو المسيح والآن تدعو الله، ما الفرق؟ هو أنا الآن أدعو الله ذاته، مش الله في ممثل في شكل نعم. بشر، لذلك تشعر بقوة وراحة، تشعر بقوة. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ده اللي بنقوله في الصلاة. قلبك وحياتك وراحتك تحس فعلا فرق بعد إسلامك والآن؟ هو الحقيقة من أول الوضوء. من أول الوضوء. الوضوء من أول الوضوء. أنا خليت واحد أسلم على إيدي من أجل الوضوء فقط، قلت يا ابني اتوضى ما تصليش، اسلم بسبب الوضوء. بسبب الوضوء قلت له اتوضى ما تصليش، بعدين بعلمك الصلاه. جاني بعد شهر قال لي حسيت ان انا نضفت، تطهرت. ففعلا يعني الاسلام واضح، دين واضح، وهذا هو ما مكتوب في الانجيل. اول الوصايا العشر، يجي واحد يقول لي اول الوصايا العشر التي اعطيت لموسى على حد قوله، ما التي اعطيت لموسى في لوحي العهد؟ بتقول لي اول وصيه للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. وبعدين انا هقول لك قول يعني قد يكون الختام. كل الذين قالوا ان المسيح رسول اكرموه، وكل الذين قالوا ان المسيح اله اهانوه. يعني هم يقولون ان المسيح اله واهانوه، اتضرب على وشه وبصق على وجهه وقالوا عليه انه اله. ولكن نحن المسلمين حاليا عندما نقول ان المسيح هو رسول أكرمناه، منزلته الحقيقية. لكن الذين قالوا أنه إله أهانوه، وإلى هذا اليوم يتهموه. نعم، هذه حتى عندنا في تعاملنا البشري. أنا لو رجل جاهل ما تعلم أقول أنت العالم العلامة، هذا استهزاء به. واضح. نعم صحيح. فاقرأ الإنجيل يصل بك. أنت لو دخلت على صفحة الفيسبوك بتاعتي المكتوبة باسمي، الحمد لله دخلها 1,162,000 واحد، هتلاقيني كاتب مقالات عنوانها جرح في قلب العقيدة. الله أكبر. في الآن نصارى يعلنون إسلامهم ويخشون من الكنيسة؟ كثير جدا 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 جدا. أنا عندي يعني عندي من النساء الكثيرات أسلمن وصلين في بيوتهن ويخفين إسلامهم في بيوتهن. اسمع أيها العالم، في 2013 يعني تخيل أنت أمامك مساجد ومآذن وهي بتصلي في الحمام. الله، خشية من أهلها وخشية من ابنها في تاني إعدادي، وشافها بتصلي صلاة المسلمين مصيبة وهي مرتاحة، استعيش وهي سعادة. مرتاحة وزي ما بتقول مكرهة، لكنها راضية في قلبها. وأغلبهم يقولون لي إننا يعني سنخرج إلى لا طريق. أنا على فكرة علي مسؤولية جبارة في هذا الأمر. نعم بإذن الله. رسالة أخيرة توجهها وتعطينا فيها مشاعرك بعد أن أسلمت وحججت. أيوة حججت الحمد لله. مشاعرك ونختم بها. والله هو الميلاد الثالث، زي ما أنت قلت في البداية، قد يكون لإنسان ميلاد واحد وقد يكون له ميلادين، لكن أنا لي الميلاد الثالث هذا. يعني
يعني اديك زي ما انت شايف انا جاي من مكه، شوف من هنا للمسجد الحرام واحنا في منى هنا، شوف المسجد الحرام فين، مشيت اكتر من 6 كيلو تقريبا وانا راجع. وتشعر واديك زي ما انت شايف لا بجوع ولا عطش ولا تعب، يعني انت جبتني من الشارع على اللقاء صح، لكن سبحان الله يعني الله يسعدك. الله يكرمك. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في الجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والصديقين والشهداء. أرجو من الجميع دعواتهم لي بإذن الله. أنتم مشاهدين الكرام، كان معنا المسلم الداعية الآن مؤمن إبراهيم داود سليمان. هذه